طبعا كلنا عارفين انه ممارسه ركوب الدراجات ليها فوائد كثيره جدا صحيه وبدنيه. في دراسات انتشرت مؤخرا بتقول ان ركوب الدراجه بشكل يومي بيساعد على حرق الدهون وكمان فقدان الوزن، كمان بيحسن اكيد من صحه القلب والاوعيه الدمويه. ما فيش شك إن ركوب الدراجات من أفضل أنواع الرياضة المفيدة لصحتك، بالإضافة كمان إنها هتساعدك في حرق الدهون وفقدان الوزن. وفي دراسات علمية متعددة اتكلمت عن فوائدها القوية في تحسين صورة وشكل جسم الإنسان. يعني مثلاً في بعض الدراسات اللي أكدت إن المواظبة على ركوب الدراجة بيحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتحديد في دراسة عملتها جامعة جلاسجو أكدت فيها إن الأشخاص اللي بيركبوا الدراجات كل يوم بيتمتعوا بفوائد صحية ملحوظة بتقلل مخاطر الإصابة بالقلب. أكدت كمان الدراسات إن ركوب الدراجات بيعتبر من التمارين الرائعة اللي بتساعد بشكل قوي على حرق السعرات الحرارية، وبتساعد الإنسان على تشكيل بنيان بدني استثنائي. ده غير إن ركوب الدراجات هتساعدك على تحسين الجهاز التنفسي وهتحافظ على ضغط الدم وهتحمي جهازك المناعي من أي فيروسات أو أمراض أو حتى التهابات الجهاز التنفسي زي فيروس كورونا ومتحوراته. كمان هي واحدة من أشكال التمارين منخفضة التأثير، وده بيخليها خيار آمن لكبار السن والأشخاص اللي بيعانوا من ضعف أو تلف في المفاصل، خصوصاً السيدات، لأن المواظبة على قيادتها بيقلل من فرص الإصابة بمشاكل زي هشاشة العظام. مش بس كده، بعض الدراسات أكدت برضو إن المواظبة على ركوب الدراجات كل يوم بيحمي الإنسان من التوتر والقلق اليومي، وده عن طريق تنمية الشعور بالهدوء، وبالتالي هتكون المشكلات العصبية قليلة وتكاد تكون منعدمة تماماً، وهنا هيقدر الإنسان يستمتع بدورة نوم جيدة وطبيعية ونشاط ملحوظ في الحياة اليومية.